سمير العبد اللي سعادتك بعيد ترفع عنه ده يستاهل الحبس. شرفي وال 30 سنه اللي نحفته في المحاكم مشطوب اسمك من جدول المحاماه. فانا فكرت بقى ان احنا هنعمل مجموعه صغيره، انا هحرر القضايا وهكتب المرافعه بتاعته وهدي كل راجل فيهم المرافعه يقولها قدام الدايره بتاعته وانا بره. فخر الدين ايه افكرك سيد ابو الخير؟ طبعا سيد ابو الخير طبعا اداب. اهلا وسهلا. عشرين هتتجوز يا ناصر. انا ضيعت سنين طويله قوي مع فخر، انا مش هستنى اكتر من كده. انا حسين كان نفسي اتعرف عليك من زمان. احنا طول عمرنا بنسمع كلام الاكابر وبنطاطي وبنقول حاضر، ان الاوان بقى ان هم اللي يسمعوا كلامنا ونرفع راسنا. رفعنا القضيه، كل حاجه هنا، تفاصيل الدعوه واسماء الموكلين وكل حاجه. هترجمه حالا وهبعته عربي وانجليزي للصحفيين اللي عرفهم هنا واللي بره. هايل. هتبعت لنا مصور؟ انت متاكد من الخطوه دي؟ يا عم ده هيخلي صوتنا عالي. هتبعت ولا ايه؟ ما تقلقش، عقبال ما توصلوا هناك هتلاقي الصحفيين والمصورين عندكم. صح كده. مؤاخذة. بنقول لكم عيشوا، لا يخيل عليكم الموت وتهويشوا. حق سيد ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه، فيعني طالت قصرة العملية في الآخر ربك هو اللي هيعوزه هيكون، احنا بنعمل اللي علينا، خليها الله. لا يا عم تعبت على ايه، بس قول يا رب. شفت تقابلنا تاني ازاي يا متر؟ شوف سبحان الله، أنا اتطردت من النقابة بس لسه عارف أشتغل. مش سهل أنت، مش سهل. لا مش سهل، عظمي ناشف. بس خلي بالك ما تنشفش عظمك قوي، الأحسن يتكسر. لا ما تخافش علي، خاف على نفسك، الموج عالي وبعدين ممكن يجي حيوان أقوى منك وياكلك. أنا مفيش حد أقوى مني يا فخر، أنا النملة والديناصور مع بعض، مع بعض. سبحان الله، بس إحنا كتير أوي. أنت بتتحامى في شوية النمل اللي أنت لممهم حواليك دول ولا إيه؟ فخر؟ وأنت مش قلت ان الديناصورات انقرضت والنمل الحقير ده هو اللي عاش؟ ولا انت بتنسى كلامك؟ وعليه فنيابة عن اهالي بولاق المتضررين بوجه المساءلة لكل من شركة العبد للمقاولات وصاحبها سمير العبد، الكاشف جروب وصاحبها فهم الكاشف، مصنع اللواء للأسمنت وصاحبها رفعة الشرنوبي بتهمة بناء عقارات غير مطابقة لقواعد قانون البناء الدولي واللي مصر ماضية عليه، وكذلك قانون البناء الموحد اللي أقره مجلس الوزراء سنة 1977، وهتلاقي سيادتك نسخة من القوانين في ملف الدعوة. وعشان كده سيادة الرئيس، ونظرا لبطء الاجراءات وكثره التفاصيل خلال الفتره الماضيه وعدم وضوح الرؤيه المستقبليه لسكن الاهالي اللي لازالوا حتى الان يبيتون في الشارع، باطالب باحضار الساده النواب عن المناطق المتضرره عشان نشوف جهودهم في التعامل مع الكارثه دي داخل مجلس الشعب، وهم الساده
حاتم ولي الدين شعبان عن دايرة بناء الدكرور، أمل حسن عثمان عن دايرة ميت عقبة، مصطفى حسين المرصفاوي عن دايرة القلعة. بس أنا هكتفي بطلب حضور السادة وزير الإسكان ووزير التضامن الاجتماعي لسؤالهم بشكل مباشر عن الخطوات المنتظرة للتسكين والتعويضات. فخر ادوق لدمك. طب اسبوع انت رجال حصلكم ماشي. نعم انا عارف انك مبسوط بس ده خطر. انت بقى خايف عليا؟ لا تقدر تقول بحذرك. بتحذرني ولا بتهددني؟ وانا في ايدي حاجه عشان اهددك؟ ده انا غلبان. بس في ناس تانية في ايديهم ودول ما بيهددوش. انت عامل زي اللي دخل قفص الاسود وعمل الاسوء فيهم، مش واخد باله خالص ان ممكن الاسود دي تقلب عليه وتاكله وتقرقش عضله. واللي انت فرحان بيهم حواليك دول اما يسمعوا صوت الاسد اول ناس هتهرب. سيبك بقى من جو جنينة الحيوانات اللي انت عمال تحكوه لي ده، تروح تكتب لك مقال ولا اتنين تبعت لهم نسيادك، ولا اقول لك انشره مثلا؟ انا هكتب. وحد قال لك اني مش هكتب؟ هكتب عن شويه عيال تافهين عايزين يخربوا البلد بيعملوا دوشه على الفاضي. مش انا بس اللي هكتب، ده في 100 واحد هيكتب وقلبوا عليك الرأي العام. أنا شايف تسيب القفص وتجري قبل ما الأسود تاخد بالها منك. فاهم حاجة؟ فاهم. فاهم إنك حقير. أنت غبي وتافه. ابعد عن سكتي يا سيدة، ابعد عن سكتي. سكتك دي ضلمة يا فخر، آخرها لا هتشوفني ولا هتشوف غيري. سامعني؟ القاضي فوجئ لما حطيت الطلبات قدامه وطلبت السادة النواب وطلبت الوزراء. أنا قلت أكيد مش هيوافق وممكن يتوضى من المحكمة. يا عم بالراحة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ما تقول لها انت يا حسين. مش انت قلت لي انك انت اللي هتقول لها؟ انا خايف اول ما اشوفها اجرب كل حاجة. طب افتكر معايا بس هقول لها ايه. قول. ازيك يا خالتي؟ ايوه. فخر بعتنا ليكي عشان نقول لك ان هو مسافر ليله كده. ليلتين. ليلتين عشان هو. احنا هنقول لها هو سافر عشان ايه؟ عشان اي حاجه، عنده اي حاجه. طب يلا بينا. ايه؟ ساعة طالعين السلم؟ ازيك يا خالتي؟ الله يسلمك يا حبيبي. حسين بس وهو طالع السلم رجله شدت. طيب تفضل. شكرا. تسلم يا خالتي. امال فين فخر؟ فخر؟ ما احنا كنا جايين نقول لك يا خالتي. تقولوا لي ايه؟ كنا جايين نقول لك انه سافر. سافر؟ سافر فين؟ سافر المنيا. سافر المنيا وهو قال لنا نيجي نبلغك. يعمل ايه في المنيا؟ عارفة بتوع الزلزال القضية دي؟ في واحد من المنيا فهو راح معاه. هو واحد قصده في مصلحة فاضطر يسافر معاه. ما انت عارفة بقى يا خالتي، يعني مش هقولك يعني على فخر، مفيش حد يقصده في خدمة ويتأخر عنه أبدا. هو يومين وهيرجع، ما تقلقيش إن شاء الله.
والله انا بقى لي كام يوم اصحى متنكده، وقلت له يا فخر انا مش مطمنه والله. قلت له ما فيش حاجه يا خالي، كلها يوم هيرجع ما فيش حاجه. طيب انا نسيبك ترتاحي يا خالي. ارتاحي ولو عزت اي حاجه كلميني. احنا موجودين يعني في اي وقت. يلا يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. أكيد أكيد عرفت إنه في حاجة خاصة. مش عارفة، هي دايما بتحس باللي بيحصل من قبل ما يحصل. ربنا يعدي اليومين دول على خير يا رب. قلبها محدث وعارفة. ربنا يستر. إيه يا حبيبتي؟ مش هتسيب الشباك ده وتخش تنامي شوية؟ هو نصر ما قالكش حاجة عن فخر؟ حبيبتي فخر كويس، هو بس مسافر. لا ما تكذبش عليا يا عيسى، أنا حلمت بفخر حلمين والاتنين بيكملوا بعض، وأنا قلت له بس ما سمعنيش. طب ده حلم يا أمي، أنت هتصدقي الحلم؟ أنت بس عشان متوترة وقلقان عليه، بس هو كويس صدقيني. لا واحنا بقينا في الحلم الاولاني اهو. احكي لي طيب الحلم. حلمت ان انا جوه مركب في وسط بحر واسع، والبر مش باين، وعمال اقدف. المركب جنبي كان فخر، هو اللي كان ماسك الدف ومغمى عينيه، أنا بقدف لا هو شايف ولا البر بيبان. أستاذ ناصر. نعم. في واحدة عايزاك بره. ما قالتش اسمها ايه؟ لا يا فندم. طيب انا هاجي حالا. ماشي يا فندم. ناصر ازيك؟ ازيك يا شيرين؟ الحمد لله كويس، انت كويس؟ ماشي. اتفضلي. تشربي ايه؟ لا انا مش جايه اشرب حاجه، انا جايه اطمن على فخر. ليه؟ ايه هو اللي ليه؟ يعني انت دلوقتي مخطوبه وبتهيألي هتتجوزي قريب. فعلا انا هتجوز ليله راس السنه. طيب ليه بقى بتسالي على فخر؟ لان فخر مهما حصل لسه عزيز عليا. من الاخر كده انا عرفت ان فخر اتخطف، فلو في اي حاجه في ايدي ممكن اعملها هعملها. نصر صدقني الموضوع ده ملوش دعوه باي حاجه، بس فخر لازم يرجع. خليني اساعدك، ممكن تفهمني بس ايه اللي بيحصل؟ هو فين؟ اي حاجه. معرفش، محدش يعرف عنه اي حاجه. الوقت عمال يعدي وانا مش عارف اعمل ايه. طب بص، الحل الوحيد اللي قدامنا هو ان انا اشوف معارف بابا، يمكن حد فيهم يقدر يساعدنا، نعرف على الاقل هو فين وساعتها نقدر نتحرك. ايه رايك؟ تمام. ظهر ان هي مش هتتحل غير كده. Thank you.
ازيك يا شيرين؟ وازاي المكتب؟ وازاي حازم؟ فخر مين؟ فندم. فخر ماله؟ ستك مش عارف ماله؟ سامع كلام بيتنطور بس مش هو حصل له حاجه؟ طب انت جاي لي انا ليه؟ فخر اختفى. ستك متعرفش هو فين؟ بس لو حضرتك عايز تعرف هو فين هتعرف صح؟ طبعا طبعا. عظيم. انا بقى محتاجة من سيادتك انك تعرف هو فين وترجعه. فانا رجعه ليه؟ اللي خده هو اللي رجعه. انا مالي؟ مالك في مال غيرك وللأسف السيئة بتعوم وكلكم في مركب واحد. لما احنا كلنا في مركب واحدة انت تروحي المركب التانية ليه بقى؟ انا حتى سمعت ان انت هتسافري وهتنسي. انت برأينا كلنا بقى الحبايب بس. وبعدين انت ايه اللي خليكي تقلبي في دفاترك القديمة؟ ما تخلينا في دفاترك انت. أنا بالصدفة بالصدفة جالي بروفة الجورنال ده، وبما إن سيادتك راجل عينك على مجلس الشعب ما أظنش هتبقى في مصلحتك إن يزيد الشوشرة عليك أكتر من كده، وأكيد مش هتبقى حابب بدلتك تتوسخ. دي بقى المانشيتات اللي هتلاقيها بكرة الصبح على كل الأرصفة، نوع المانشيتات اللي الجمهور بيحبها جدا. خلي بالك، فخر محامي الغلابة وقضية الزلزال لسه مسمعها، فاحنا ممكن بقى نفتح الدفاتر القديمة والجديدة ونشوف بقى قضية مصنع الأسمنت اللي اتقفلت، ونشوف حكاية المحامي اللي طلب من القاضي انه يحكم عليك، ونشوف بقى مين مصلحته ان الراجل ده كان يختفي. ايه رأيك؟ وفين بقى الجورنال اللي ينشر الكلام الفاضي ده من غير أدلة؟ تحب نجرب؟ خلي فخر يرجع، الموضوع ده يتقفل. الواد فين؟ واد واد مين؟ المحامي فخر يا فهمي، فخر. انت جايبني السعادي عشان تسالني على الواد المحامي؟ يا راجل والله العظيم سيبت ركبي، انا قلت في مصيبه حصلت. هو اللي احنا فيه ده مصيبه يا فهمي، اللي احنا فيه ده مصيبه. حركه الخايبه اللي انت عملتها دي. انا مش شايف بس انت منرفز نفسك ليه ومصيبه ايه؟ ما هو الواد متلقح عندي لحد ما الدنيا تهدى. مش هتهدى، مفيش حاجه هتهدى. بعدين انت فاهم ان فخر ده هيخاف من الشويتين الخايبين اللي انت عملتهم دول؟ هيخاف؟ مفيش حد ما بيخافش. مش هيخاف، ده مش هيخاف، ده زمانه دلوقتي مش هيغلي عبد الحليم في دماغه. عمال يسمع فدائي فدائي. انا كل الحكايه بس ان انا كنت شايف. انا مش عايزك تشوف، انا مش عايزك تشوف يا فهمي، انا عايزك بس تسمع اللي انا بقول لك عليه. الواد ده لازم يرجع بيتهم. طب وبعدين؟ احنا هنفضل ساكتين كده والقضيه كل يوم بتكبر في المحاكم؟ وبعدين يا سمير الوقت مش في مصلحتنا، كل ما الوقت بيزيد كل ما المشاكل بتيجي فوق راسنا. خلاص هتصرف، انا هتصرف. فخر فين؟ اهو متلقح عندي. معايا زي
أسئلة قانونية تانية ولا إيه؟ أوه قوم معايا بس قوم. الغريبة بقى إن أنا عمري ما فهمت اللي حصل ده حصل ليه؟ يعني ليه خطفوني؟ ولا ليه سابوني؟ أكتر حاجة محيراني بقى ليه سمير العبد خرجني؟ يعني لو كان سابني هناك أسابيع ولا شهور كان إيه اللي هيحصل يعني؟ والله نسيت أسأله. بسأله ما ترجع. لما نرجع اصبر كلامك. عدت على خير. الحمد لله. يا اخوانا في ايه؟ الحمد لله انا كويس. عدت على خير في ايه؟ الامل لو كان بخيل فالياس ابخل. الياس ابخل يا نصر. يعني انت كنت هتروح فيها ولسه برضه عمال تقول لي في شعر؟ المهم ان انت بخير. الحمد لله. مهم اخبار قضية علي. لا بقول لك ايه، الله يكرمك كده اهدى لحد ما ترتاح وبعد كده ابقى اتكلم في الشغل براحتك. يا عم انا كويس قوي. في ايه اخبار قضية علي؟ وضعنا كويس يا فخر ما تقلقش. الدوشه اللي حصلت والكلام على الاهالي في التلفزيون كل ده هيفيدنا ما تقلقش. بس لسه الناس في الشارع مش كده؟ بس ما ينفعش، الموضوع لازم يكبر. خلاص بقى يا شباب، اديكوا اطمنتوا على فخر، انستوا وشرفتوا. عندك حق يا خالتي، يلا بينا. تحت امرك يا ست الكل. الحمد لله بسلامتك يا فخر. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شرفتوا يا رجاله. حقك عليا يا خالتي، انا اسف. انت فاهمه طبعا ما كانش التجربة سهلة بالنسبة له، بس زي ما قلت لك في التليفون هو دلوقتي كويس وبيعافر. طب كويس. شيرين أنا كنت عايز أشكرك على كل اللي أنت عملتيه. ده شكر على واجب يا ناصر. فخر يعز عليا زي ما يعز عليك. أنا بصراحة كنت فكرت إن أنا أروح أشوفه عشان أحذره إن الموضوع أخطر بكتير مما هو فاهم. بس غيرت رأيي علشان الكلام مع فخر ما بينفعش، أنت عارف. مظبوط. أنا حتى ما عرفتش أقول له على كل اللي أنت عملتيه عشانه الفترة اللي فاتت. ممكن بعدين أقول له بس دلوقتي. لا ملوش لزوم تقول له. المهم إن هو بخير. أنا فرحي قرب وبعد كده هسافر مع جوزي عشان شغله، ف يمكن أحسن إن احنا ما نلخبطش بعض. مبروك.
كويس ولا ايه؟ تمام يا حبيبي، مش كنت لسه بغني معاك بره؟ في ايه؟ يا خالتي ما طلعتش ليه؟ ما رضيتش، بتقول ان هي عايزه تنام، بس انا عارف ان هي كده كده مش هتنام. بقت تخاف تحلم، على طول قاعده بتتكلم على الحلم اللي هي مش راضيه تحكيه ده. طب انا هنزل اقعد معاها شويه. لا خليك انت، انا هنزل لها. ايه يا جماعه الانانيه دي؟ داخلين تكملوا الاغنيه لوحدكم؟ طب انا نازل. انا هنزل برضو، انا مش هقضي راس سنه مع حسين يعني. طب يلا خليك انت. ماشي. مالك يا خالتي بس؟ ما احنا كويسين حواليك اهو. الحلم مفسر نفسه يا فخر، وانا ما حكيتش بقيته. طب احكي لي. لا خايف احكي يتحقق. بقى انت سايب صحابك قاعدين فوق وجاي تقعد هنا جنب الشباك زي خالتك؟ قلقان عليها عيسى. طب ما انا كمان قلقان عليها، بس هي مش هترتاح غير واحنا كلنا جنبها. متقلقش، خالتك جبل. خير يا رب ان شاء الله. طب ايه انت مش جعان؟ طب تصدق عمرك اطول من عمري. انبر. انا كنت نازل اصلا اخد جاكيت ونازل اجيب اكل. طب امسك اهو. هات. هتجيب ايه؟ جيب شويه فول. ماشي. هات لي معاك قرصين طعميه. طيب ما تاخرش. ماشي.